الرحمن الرحيم. معكم الحسن شافع، مؤلف كتاب أضواء على الهامش، تاريخ مراكش من رباط عقبة بن نافع إلى زاوية سيد زوين. نحن الآن في جامعة الوداية في إطار ندوة تاريخية حول تاريخ منطقة الوداية بحوز مراكش من خلال هذا الكتاب أضواء على الهامش، نظرا لأن منطقة الوداية يعني نالت حيزا كبيرا في هذا الكتاب، يعني أزيد من 30% من الكتاب، يعني كان جل مواضيع الكتاب تتناول هذه المنطقة انطلاقا من زاوية الشرادي باعتبارها معلمة تاريخية وعلمية في القرن 18 والقرن 19، يعني وكان لها دور مهم في إثبات أركان التصوف المغربي. كذلك منطقة الوداية يعني تعرف تواجد ضريح سيدي عبد الخالق بن ياسين باعتباره علما من أعلام العصر الوسيط في مجال التصوف، وهو عبد الخالق بن ياسين الطغوغي. ثم المنطقة كذلك تعرف تواجد معلمة أخرى نشأت في بداية القرن 19 وهي مدرسة القرآنية سيد زوين، باعتبار أن سيد زوين ذو أصول شرادي، ومنطقة الوداية التي يسكنها حاليا قبيلة المغافرة يعني جاءت يعني بعد قبيلة الشرادة الذين انتقلوا إلى الغرب. إذن هذه فرصة يعني استضافت فيها جمعية النور للتنمية والتضامن هذا اللقاء وهذا الكتاب واحتضنته، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء إن شاء الله في حسن تطلعات الحاضرين وساكنة الوداية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أستاذ رشيد شحمي، رئيس أكاديمية الطبقة للأبحاث والدراسات الاجتماعية. إذن اليوم نحن نتواجد في نشاط بجامعة الوداية حول قراءة في كتاب أضواء الهامش، والذي تناول غرب مراكش وبالتحديد تاريخ الوداية ونفيس السافلة. ثم هذا الكتاب هو بذرة جديدة في خزانة الوطنية، وخاصة في تاريخ المغرب وتاريخ مراكش وأحوازها. هذا الكتاب هو بالحجم الكبير، حوالي 328 صفحة، وقسم إلى قسمين، حيث أن القسم الأول تناول التاريخ المنطقة، والقسم الثاني تاريخ الزوايا والربط بالمنطقة كذلك. إذن هذا التاريخ هو نبش في الذاكرة وفي تاريخ المنطقة التي تنسيت، ونسجل أنه أول كتاب حول منطقة الوداية وغرب مراكش، خاصة تاريخ منطقة نفيس السفلى. إذن هذا الكتاب يدخل في إطار التاريخ المنسي الذي طاله النسيان، لذلك بحق هو كتاب جديد له منهجية متعددة المقاربات من الناحية التاريخية والجغرافية والأنثروبولوجية. وقد حاول الكاتب بجهد وبمنهج أن يأخذ بكل الروايات الموجودة حول تاريخ المنطقة، وحاول كذلك الترجيح فيما بينها. وللإشارة، فهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من التواريخ، بدءا بالتاريخ القديم والتاريخ الرومان وتاريخ كذلك قبائل نفيس وقبائل مراكش مثل هزميرة ورقراقة، وكذلك تناول فيه تاريخ الزوايا مثل الزاوية الشرادية وزاوية سيد الزوين، وكذلك علاقتها بالمخزن منذ زمان المرابطين والموحدين والمرنين والطاسيين ثم السعديين والعلويين، خاصة العهد الأول. ثم حاول الكاتب أن يبرز بأن المنطقة غنية، وأنها لا يمكن إقصاؤها عن تاريخ المركز وهو تاريخ مراكش. لذلك جاءت دراسته موفقة حول من حيث العنوان ومن حيث كذلك تفاصيل ومحتوى الكتاب، لأنه أضواء على الهامش بالفعل، لأن هامش مراكش يستدعي من الباحثين كذلك البحث والنبش فيه. وشكرا لكم.